الصيد المحرم على المحرم ثلاثة أشياء: ما صاده أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة ولو بمناولة آلة. أولاً، ما صاده المحرم، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الثاني: ما صيد لأجله، كما في حديث الصعب بن جثامة حينما صاد حماراً وحشياً للرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأكل لأنه صاده لأجله. الثالث: ما كان له أثر في صيده، يعني المحرم له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة ونحو ذلك، كما في حديث أبي قتادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم.